بالنسبة لمن يعملون في أعمال شقة فلهم الفطر، بعض أهل العلم قال لهم الفطر، وبعضهم قال عليهم أن يعملوا في رمضان في الليل إن استطاعوا، ولا يحرموا أنفسهم من صيام نهاره، لا يحرموا أنفسهم من صيام نهاره. وإن كان عندهم من المال ما يكفيهم في رمضان فعليهم أن يتوقفوا عن العمل إن لم يكن ذلك حرجا، في ذلك حرج ولا ضرر، وألا يضيعوا فرصة صيام الشهر.